يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مد الرجلين أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما يخلون أحد يقعد قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخلون أحد يقعد، ما في مكان. نعم، وأيضا بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم جدران وحوائط، ما تمد رجليك إليه مباشرة، يعني بينكم جدران حوائط. نعم.